إذا معنا استقراء الساحة المحلية وما شهدته خلال الآونة الأخيرة، سندرك أن هناك من يعمل بكل جد لعرقلة العمل وافتعال الأزمات. كان هذا من مبررات الحكومة لشطب الاستجواب. لكن أليست الحكومة هي نفسها التي افتعلت الأزمة عندما رفضت إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية؟ وهل صحيح أن رئيس مجلس الوزراء كان ضحية استشارات حكومية بعدم صعوده للمنصة؟ هل صحيح أن هناك مواجهة حقيقية بدأت بين وزير النفط من جهة ومجلس إدارة مؤسسة البترول من جهة أخرى؟ وإلى أين وصل التحقيق في قضية الداو؟ هل صحيح كما يقول البعض أن الحكومة استغلت الظروف السياسية المحلية والإقليمية للاستفراد بالبدون عبر الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات التي لم يسلم منها حتى الطفل الصغير، وأن الحكومة تزيد الزيت على النار برفضها قانون التجنيس السنوي؟ وأخيراً، كيف سيبدو المشهد السياسي بعد يوم الثلاثاء القادم على ضوء إعلان المعارض النزول مجدداً إلى الشارع لاقتلاع ما أسمته بطواغيت الغزو الداخلي؟ الأخ الرئيس، إن الاستجواب الماثل في صحيفته مخالف للقواعد الدستورية في أوجه عدة، وأود أن أبينها لو سمحت الشريحة اللي بعدها. أولا، مخالفته للمادة 100 من الدستور التي تنص أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وهذا ما أشار إليه المستجوبون أنفسهم في ديباجة استجوابهم، لكنهم غفلوا عنه، فقد أوردوا نص هذه المادة في ديباجة الاستجواب لكن غفلوا عنها تقريرها. يا دكتور، ما يجوز مقاطعة المتحدث. لا لا لا، ما يجوز مقاطعة المتحدث. لا لا، مو يناقش يقطع. يا دكتور، مو مسلم. لا يجوز مناقشة الاستجواب. نحن لا نناقش الاستجواب، احنا ما نناقش الاستجواب، احنا نبين اوجه المخالفة للدستور. ما لا، نحن نواجه. الاخ الرئيس، ارجو عدم المقاطعة. الرئيس، لابد لكي أبين المخالفات الدستورية أن أشير إليها من صحيفة الاستجواب، ولا كيف سأبين المخالفات الدستورية دون أن أشير إليها؟ وإذاك متوقع أني أذكر مما ورد في صحيفة الاستجواب كمخالفة للدستور واللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية، ولا كيف أبين بأن هذا الاستجواب مخالف للدستور؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، احييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج المنصه مع ضيفي لهذه الحلقه وزير النفط ووزير الدوله لشؤون مجلس الامه الدكتور علي العمير.
مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير والكرامة. سعداء أن نلتقي معك من جديد وزيرا هذه المرة على المنصة. شكرا. أحب أنوه أنا بس في البداية للسادة المشاهدين أن اليوم برنامج المنصة الحلقة هذه حلقة رقمها 110، بعد 110 حلقات أول وزير على رأس عمله يقبل أنه يصعد إلى المنصة، فكل الشكر لك أبو عاصم. الشكر موصول لكم. نبدأ استجوابنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ استجوابنا من الاستجواب اللي أحدث أزمة سياسية في البلد، وهو المتعلق بالاستجواب الذي قدم من النواب الثلاثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. في لقاء تلفزيوني سابق الدكتور علي العمير ذكر إذا أردت أن تسأل سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر، موضوع تقديم الأموال تحديدا، أعد الاستجواب ولا تعد 11 محور أو بند، ولكن الواضح أنه ربما كان المطلوب من التعدد في محاور الاستجواب أن رئيس الوزراء لا يصعد إلى المنصة. هل بالفعل هناك تعمد بشكل أو بآخر من قبل البعض من خلال التعدد في طرح محاور الاستجواب أن سمو الرئيس ما يصعد إلى المنصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشكرك أخي عمر على هذه الاستضافة. حياك الله. وأرحب بالسادة المشاهدين. بالنسبة للتصريح أنا قلته نعم، ولا زلت أقول بأن لو كان الأخوة يريدون صعود سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة على قضية الأموال، وهذه صرح بها سموه وأنا سامح يعني منهم مباشرة وليس منقولة، بأن إذا يريدون يسألوني في قضية الأموال فليعدوا محورا خاص في هذه القضية، ولا يتم خلط محاور غير دستورية تتعلق بأعمال وزراء، إسكان، صحة، تعليم وغير ذلك من الأمور التي دونت في الاستجواب. ولذلك أنا أعتقد يعني كان فيه ما أعتقد أن الأخوة على جهل في هذا الموضوع، تعمد. أعتقد أن خلط الأوراق بهذه الطريقة هو محاولة أن سمو رئيس مجلس الوزراء يصعد المنصة من جديد على أمور غير دستورية. إذا أردنا يعني نوع من التوفيق ظنوا بأن صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الأول عندما صعد مو بالاستجواب الأول اللي شطب أيضا، إنما الاستجواب الثاني اللي كان يستشهد المستجوب ببعض القضايا التنفيذية وليس يحاول إدارة رئيس الوزراء بها، إنما استشهادا على قصور يعني التنسيق وقصور الأداء الحكومي بشكل عام، فلربما وضعت بهذه الطريقة. لكن أنا أعتقد اليوم فعلا يعني لو كان الأخوة يريدون إبراز الحقيقة في قضية الأموال لما تم دمج كل هذه البنود حسب. نعم. طيب هل تتفق مع ما ذكره رئيس الحكومة الذي ذكر إذا أمعنا استقراء الساحة المحلية وما شاهدته خلال الآونة الأخيرة سندرك أن هناك من يعمل بكل جد لعرقلة العمل وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف، وأرى أن الاستجواب ليس ببعيد عنها. الاستجواب كان يهدف إلى عرقلة العمل وافتعال الأزمات. هو على كل حال الاستجواب إحنا متفقين بأن استقطاع جزء من الوقت، وضع امور غير دستور، استقطاع جزء من الوقت في النهايه. هذا الدستور يعني اعطى النواب الحق ان يستجوبون. صح كلامك، اعطاهم الحق الكامل بالاستجواب، لكن اي استجواب؟ الاستجواب اللي ايضا نظمه الدستور واللائحه الداخليه، فالاستجواب الذي ينظمه الدستور واللائحه الداخليه وينتهي بمناقشه يستفيد منها المستجوب وكذلك المستجوب في بيان الحقائق التي يريدها، هذا لا خلاف عليه. لا هذا احنا مو هذا كلامنا، احنا كلامنا على كلام سمو رئيس الحكومه اللي يقول ان هذا الاستجواب ليس بعيد عن افتعال الازمات. سمو رئيس مجلس الوزراء كلامه وتصريحه يصب في ان مثل هالاستجوابات غير الدستوريه تفتعل وليس الأزمات. الاستجوابات الدستوريه نعم، وهذا اللي حصل اليوم. اللي حصل اليوم ماذا انتهى هذا الاستجواب فيه؟ انتهى باستقالات للاخوه النواب، وايضا الجزء اللي ذهب من الجلسه اللي تم فيها مناقشه يعني ليس الاستجواب، وانما معرفه راي المستجوب وهو سمو رئيس مجلس الوزراء واللي بيناه من خلال. انت تؤيد سمو الشيخ جابر المبارك الذي هو يعتقد ان هناك تعمد من قبل المستجوب؟ اي قضيه طويل العمر ليس هذه، اي قضيه لا تكون في اطار الدستور واللائحه الداخليه انا اعتقد انها هي سبيل الى ان احنا نفتقد جزء من الانجاز اللي يفترض ان نحققه.
في تعمد تعتقد ولا ما في تعمد؟ سمو الرئيس يقول في تعمد. احنا ما نشق على النوايا وسمو رئيس مجلس الوزراء. لا بس في النهايه هو طلع صرح سمو الرئيس قال ان هذا الاستجواب افتعال ازمات ممتاز. وواضح انه تعمد. ممتاز. وانا جاوبتك الان اقول لك بان اي شيء خارج اطار الدستور واللائحه الداخليه لا ينتهي الا بازمه او نوع من ضياع الوقت. طيب لماذا لا نعتبر ان الحكومه هي التي افتعلت هذه الازمه؟ كانت هناك قضيه هي محل جدل موضوع الاستجواب. أنتم كحكومة كنتم ترون أن هذا الاستجواب مخالف للدستور. نعم. نواب كثر كانوا يرون هذا الاستجواب ممكن في بعض المواد المخالفة للدستور. ألم يكن من الأجدر؟ نعم. من الحصافة السياسية، من الموائمة السياسية، نزع فتيل هذه الأزمة؟ كيف؟ الذهاب إما إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية. يا طويل العمر، إحنا بالنسبة حق الأشياء نعم اللي ما فيها نصوص ولا فيها أحكام سابقة ولا فيها آراء دستورية وقانونية نذهب، ما المانع، ما في مشكلة. مع أن حتى هذا في يوم الأيام كان حكر أن يذهب المستجوب إلى المحكمة الدستورية ويرون أن التفاف على الدستور وغير ذلك. لكن اليوم إحنا وين نذهب إلى المحكمة الدستورية وليش نذهب وعندنا حكم ماثل أمامنا لم يمضي عليه نقول سنوات أو عقود، ما مضى عليه إلا سنتين أو ثلاث سنوات اللي هو الحكم الشهير 10/2011 اللي ناقش هذه القضية. ما هو في استجواب قدم نفس الشيء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر محمد، والمحاور كانت تتعلق بأعمال وزراء، وأتى حكم المحكمة الدستورية وقرارها التفسيري 10/2011 يبين بأن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يسأل إلا في نطاق ضيق في نطاق السياسة العامة للدولة ولا يسأل عن أعمال الوزراء. هذا الحكم عندنا، ليش نروح محكمة مرة ثانية؟ أنا قاعد أتكلم الحين على الموائم السياسية، عن الحصافة السياسية، كانت هناك أزمة، كان النواب اللي قدموا الاستجواب كانوا يرون أن استجوابهم دستوري بالكامل، كان هناك تباين في وجهات النظر. لمن نحتكم؟ محكمة دستورية أو على الأقل إلى 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 اللجنة التشريعية. لا لا أتفق معك، نحتكم إلى المحكمة الدستورية اللي عندنا منها حكم. اليوم في كل قضية حكمت فيها المحكمة الدستورية ولها حكم موجود بين يدينا، نروح إلى المحكمة الدستورية من جديد؟ أيعقل أن اليوم واحد يقدم عن الصحة والتعليم رحنا حق المحكمة الدستورية، بكرة عن التنمية وعن التخطيط نروح المحكمة الدستورية، اللي عقبه عن الأشغال والبلدية نروح المحكمة الدستورية؟ طيب. المحكمة الدستورية قالت بأن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يسأل إلا عن السياسة العامة، وبالتالي أي محاور تتعلق بأعمال وزراء أي أنها أعمال تنفيذية خلاص ساقطة. طيب. ولا نذهب إلى المحكمة. خليني أنا هنا أستحضر كلام النائب السابق سيد علي الراشد، كان كلامه موجه لك أبو عاصم تحديدا. الدكتور علي العمير نفسه عندما كان نائبا في الاستجواب الثاني الذي قدمه الأخ رياض العدساني والنائب صفاء الهاشم لرئيس مجلس الوزراء، طلب من الحكومة الذهاب إلى اللجنة التشريعية بدلا من شط محاور الاستجواب، وهو نفسه الدكتور علي العمير في الجانب الحكومي قال أنه غير دستوري. لا يطول العمر، يختلف الوضع هني. هني المسألة كانت هل ما قدمه النائب رياض العدساني هو على مجال الاستشهاد وإلا على مجال لا الإدانة التي يسأل عنها رئيس الوزراء؟ ولا انظر إلى تصويتي، انظر إلى تصويتي المقترن برأيي هذا. فإحنا أنا من الناس اللي صوت على رفع من جدول الأعمال حتى بالاستجواب الأول، لكن بالاستجواب الثاني اللي هو ذكر الأخ رياض بعض الأشياء على سبيل الاستشهاد يعني لا يسأل عنها رئيس الوزراء. لا احنا قاعد نتكلم دكتور من حيث المبدا، انت في الاستجواب الثاني اشرت على الحكومه بانها تذهب الى اللجنه التشريعيه. طيب. او رايك كان انك تذهب الى اللجنه التشريعيه. طيب يعني اذا كنت انت ترى ان بالامكان اللجوء للجنه التشريعيه، لا لا انتزعت فتيل الازمه رحتوا اللجنه التشريعيه. هذا الامر هذا الامر طال عمرك يعني من الخيارات المتاحه، من الخيارات المتاحه ان نذهب الى اللجنه التشريعيه. طبعا هي خيار متاح في النهايه، احنا قاعد نتكلم عن كيف الحكومه بحكمتها بحنكتها. نعم. اي نعم. انها تنتزع الالغاء، حق الالغام، تنتزع فتيل الازمه قدر المستطاع وان تعبر لماذا بسلام؟ لم يتقدم الاخ علي الراشد باقتراح بالذهاب الى اللجنه التشريعيه؟ شطبتوا الاستجواب كله ابو عاصم؟ لا ماشي، شطبتوا الاستجواب ما اعطيتوهم مجال لا يحلون التشريعيه ولا الدستوريه، ما اعطيتوهم مجال. هذا استجواب يشطب ما كان لم يكن. ما يخالف، هذا انت رايك على كل حال، لكن لا هذا هم كلامهم يعني كلامهم. لماذا لم يتقدم احد؟ احنا نقول ليش ما وقف واحد من الاخوه اللي يرون احالته الى اللجنه التشريعيه مثلا؟ اذا كان الهدف هو تمحيص الاستجواب معرفه دستوريته من عدمها. اليوم هل يعقل بان ياتي استجواب يتعلق بأمور تنفيذية يسأل عنه سمو رئيس مجلس الوزراء وفي حكم سابق للمحكمة الدستورية ومع ذلك عقب ما ينتهي ويشطب الاستجواب يقول شارحته تشريعي يا أخي؟ يا أخي ليش ما طرحت؟
ليش ما قمت تكلم؟ أنتوا الحكومة ليش ما طلبتوا؟ ما نطلب، ليش نطلب؟ إحنا الأمر عندنا واضح، إحنا تدارسناه والأمر عندنا واضح. طيب. خلينا هنا استحضر أيضا تصريح آخر للنائب السابق رياض العدساني، الأخ علي العمير ذكر أن استجواب وزير الصحة يتحمله رئيس الوزراء، لكن يبدو أن علي العمير العضو هو غير علي العمير الوزير. رأيه. سمع علي العمير عندنا. لا لا رأيه على كل حال، هو يمكن أساء الفهم. أنا قلت بأن شوف طال عمرك كل قضية ممكن تكون أنها سياسة عامة للدولة إذا يعني الحكومة أو الدولة أغفلتها تماماً. اليوم لو أتى برنامج عمل الحكومة لم يتكلم عن الصحة، لم توضع ميزانيات تخصص إلى الصحة وغيرها من الأشياء التي تتعلق بالسياسة العامة لموضوع الصحة، لكن في السياسات العامة نقول نعم يا سمو رئيس مجلس الوزراء لا يجوز بأن يخلو برنامج عمل الحكومة عن الصحة، ولا يجوز أيضا أن لا ترصد ميزانيات من وزارة الصحة لتطوير العملية الصحية. أنا لما قاعد أستحضر هذه الاستشهادات أنا اللي يهمني فيها الشاهد الفكرة الأساسية، إذا كان هناك اعتراض قبل قليل على موضوع الإحالة التشريعية، ما أنت قبل شوية طالبت ما حد طالب مطالب عشان اعترض، أنتوا الحكومة ليش ما طالبت؟ أنت قمت ودافعت معاصم عن عدم دستورية هذا الاستجواب. إيه نعم أنا دافعت، ورأيي أعتقد أن صواب أيضا يحتمل خطأ عشان ما نتعنف الأمور، رأيي صواب أنا أعتقد ورأي الحكومة صواب أنها نعم رأت بعدم دستورية الاستجواب وطالبت برفعه. يبقى بعض الأخوة عقب ما رفع ليش ما الحكومة طلبت؟ ليش ما أنت طلبت؟ أليس للنائب حق بأن يقف ويتكلم ويطلب؟ أليس للمجلس القرار بالأخير؟ من اللي رفع الاستجواب؟ الحكومة؟ اللي رفع الاستجواب بالمجلس تصويت حصل. ولذلك اللي يقول ليش ما رحتوا تشريعية؟ نقول ليش ما أنت طلبت؟ طيب إحالته للتشريعية. النائب الفاضل جمال العمر ذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان ضحية استشارات حكومية من قبل وزرائه بعدم صعوده للمنصة. لما سئل العمر منو تقصد، منو اللي أشار على الشيخ جابر المبارك بهذه التوصيات، رد تيار سياسي محسوب على وزير الدولة علي العمير، أحدهم لم يصوت خرجه، أما الآخر فقد صوت ضد قرار الحكومة. تجمعكم أو تياركم السياسي هو الذي أشار على سمو الشيخ جابر المبارك بعدم صعوده للمنصة؟ لا هذا الكلام مو صحيح، إنما الحكومة تدارست هذا الموضوع وأنا وزير في الحكومة وانتهينا إلى هذا القرار. وأنت الذي كلفت بدراسة الاستجواب وتفنيد دستورية من قبل الدستورية. نعم أنا كلفت. بالتالي أنت ممكن تكون رفعت التوصية لسمو الشيخ جابر المبارك إنك لا تصعد المنصة. لا يعني على كل حال الأمور تخمينات، لكن من خمن هذا التخمين ويقول بأنه هو ضحية ليش ما وقف ودافع عن رأيه؟ يعني الأخ جمال العمر وين كان وقت التصويت؟ وين كان؟ وين كان؟ أنا أسألك وين كان؟ خارج القاعة. خارج القاعة. كان موجود وقت التصويت لم يكن موجود. وحريم بك إن شاء الله لما تيبه هني في منصتك أخوي عمار وتستجوبه تقول له وين كنت وقت التصويت؟ وليش تلوم تيار سياسي كامل بأن اتخذ مواقف متغايرة مثل ما وصفها، واحد صوت واحد طلع واحد كذا، وأنت فرد؟ وين كانت قناعتك هذه؟ ليش ما دونتها في القاعة؟ طيب فأرجو إن شاء الله لما تستضيفه في برنامج المنصة من مرة يعني. إيه فإن شاء الله تكون هذه أحد محاور استجوابك. طيب بكل تأكيد نضع نقطة على هذا الموضوع، ننتقل إلى العلاقة بين المجلس والحكومة. نعم. أنت صرحت أن الحكومة تكون كل الاحترام والتقدير للسلطة التشريعية. صحيح. بكل صراحة أبو حاسم الآن أنت انتقلت من مقاعد النواب إلى مقاعد الوزراء، هل الحكومة الحالية تحترم المجلس الحالي؟ نعم أكيد تحترمه ولا تملك له إلا كل احترام وتقدير، وأنا جاي من رحم الشعب وجاي من المجلس، ومتى ما وجدت بأن الحكومة لا تحترم المجلس فليس لمقعد في الحكومة، لأن أساسا أنا أتيت من المجلس وأمثل المجلس في الحكومة، يعني يفترض أن نظامنا البرلماني بأن أحد النواب أو أكثر من نائب يشارك في الحكومة، وأنا شاركت الآن في هذه الحكومة. إنما أكيد الحكومة تقدر المجلس وتكون له كل تقدير واحترام، وهذا دليل التعاون. اليوم كثير من اقتراحات النيابية تم الموافق عليها. النائب علي الراشد المستقيل، الحكومة تسيطر بالكامل على المجلس. النائب المستقيل رياض العدساني، الحكومة على ضعفها تتحكم في المجلس، المجلس في جيب الحكومة ويتحكمون فيه شمال يمين جلوس وقوف. والله أعتقد هذا قلة احترام حق أعضاء المجلس، يعني من يقول هذا الكلام هذا شخص واقع. لا شخص واقع، ما هو الواقع؟ الواقع ان ان المجلس في النهايه الحكومه مسيطره على المجلس، وبالتالي النواب مو قادرين يقولون اي شيء للحكومه. النواب نفسهم استجوبوا اكثر من 10 استجوابات وجهت للحكومه، واللي شطبتوا باتفاق المجلس اللي هو نعم على توافق مع الحكومه، واللي انتهى باستقاله، واللي انتهى طال عمرك باستقاله للحكومه وتغيير للوزراء اللي استجوبوا، هذا ليش ما يحسب للقوه للمجلس؟
وإذا أتينا إلى هذه القضية كل المجالس إذن السابقة اللي تم التعامل مع الاستجوابات فيها بشطب أو غير ذلك معناتها كان في جيب الحكومة، خاصة أن بعض من يقول هذا الكلام هو نفسه في يوم من الأيام شطب استجوابات، يعني هو صوت مع شطب استجوابات، فهل كان في ذلك اليوم في جيب الحكومة؟ أنا أعتقد أن هذا امتهان وعدم احترام للمجلس، وأربع الحقيقة أن تخرج مثل هذه الألفاظ أن المجلس في جيب الحكومة أو غير ذلك من الكلام. بعد الفاصل كلامك دكتور، الحكومة ستعمل على إقرار وتطبيق القوانين التي تحقق الرفاهية، أين الرفاهية التي وعدت فيها المواطنين؟ راح نسمع منك الجواب بعد هذا الفاصل القصير. إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لازال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقة دكتور علي العمير وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. دكتور علي، قبل الفاصل كنا نتحدث عن العلاقة بين المجلس والحكومة، تصريح سابق لك ذكرت فيه أن الحكومة ستعمل على إقرار وتطبيق القوانين التي تحقق الرفاهية. نعم. كلام للنائب المستقيل الدكتور عبد الكريم الكندري، الحكومة تستهتر بالقرار الشعبي، فبينما ترفض الزيادات المستحقة للمواطنين بحجة إرهاق وعجز الميزانية، وفي اليوم التالي تعلن عن منح مليارية، كيف يصدق البعض الحكومة عندما تدعي حرصها على أموال الشعب؟ الحكومة هي التي يجب أن تعي حالة الدولة المالية وتكف عن بعثرة أموال الشعب. وين الرفاهية أو دولة الرفاهية إذا أنتوا قاعدين تستكثرون بعض المبالغ أو بعض الامتيازات للمواطنين وقاعدين تعطون الفلوس حق دول خارج الكويت؟ أنت الآن بنيت هذا الاستنتاج على تصريح لنائب؟ على تصريح نائب طبعاً. أنت بنيت هذا الاستنتاج؟ سؤال، هذا مو استنتاج. لا يعني أنت هذا سؤال مو استنتاج. يبقى يا أخي الفاضل، إحنا الحمد لله كما وعدنا بأن فعلاً كل ما يحقق الرفاه للمواطنين سوف نقره وسوف نعمل من أجله إن شاء الله تعالى، وهذا لأن المواطنين هم أبنائنا وأخواننا وأسرنا، لا يعقل أن في شيء يحقق الرفاه للمواطنين واحنا نصادر عليهم او نقيد عنهم. 15 دينار دكتور انتوا صادرتوها يعني؟ لا ما صادرناها، نحن اجلنا البت فيها ولم نصادرها، وهذا قرار يعني مجلس. يعني ما راح تزيدون 15؟ لا يعني طال عمرك مو ما راح نزيد، القضيه تاجلت حتى تدرس جميع الزيادات في جميع ابواب وخلينا نقول فصول رواتب الموظفين، وناتي بتصور، الحكومه تاتي بتصور، لكن ايضا ليس قرار حكومي، وانما عرضت الحكومه ما لديها للأخوة النواب ووافقوا على ذلك. ما الضير يعني اليوم ليش تتهم الحكومة أن هي اللي قاعد تصادر وتقيد، لكن في المقابل كثير من القوانين اللي قدمها الأخوة من شأنها أنها تعزز الرفاهية، أنها تزيل على الأقل. وين هذه القوانين اللي أنت ليه تزيل؟ أنا أقول لك الآن، يعني كان في قانون اللي هو صندوق الأسرة، وكان فيه بعض المواد التي يراد لها تعديل حتى يستفيد منها المواطن بشكل أفضل، وافقت الحكومة وعدلتها. فتح الصندوق، صندوق أسرة يسجل فيه من لم يسجل من اللي انضموا إلى صندوق المتعثرين، وأن حسوا بأن في وضع أفضل لهم في صندوق الأسرة، فتحنا مرة ثانية على أساس أنهم ينتقلون. طيب هذا صندوق الأسرة واحد. خليني أقول لك القضية الثالثة اللي هي الزيادة في القرض الإسكاني 30,000، اللي إلى الآن اللائحة التنفيذية مالتها غير واضحة. ما مو غير واضحة، اليوم طال عمرك اللائحة التنفيذية يجب أنها تكون منضبطة مع القانون، القانون صدر. طيب والقانون متى صادر دكتور؟ ما يخالف حتى لو تأخرت، يعني لائحة كم المقرر للائحة التنفيذية أنها تقر؟ خلال كم؟ هل إحنا تجاوزنا القانون في إقرار لائحة تنفيذية؟ كم المقرر لها؟ هذا أنت أبخص. لا أنت تسألني. أنت بالحكومة أبخص. يعني. إذا أنا أبخص إذا إحنا لم نخالف، ونحن الحمد لله اليوم انتهينا حتى يعني في اللائحة التنفيذية بشكلها النهائي، وسيتقدم المواطنون من أجل الحصول على 100,000 بدل ما هو 70,000، 70,000 قرض إسكاني و30 مواد دعم. هذا لا يحقق رفاهية. بعدين إحنا من نقول رفاهية ما ننظر إلى مجموعة من المواطنين، إنما ننظر إلى المجتمع ككل وننظر إلى التوازن. نظرتكم هذه إلى المجتمع ردت أي. عليها النائبة المستقيلة صفاء الهاشم، الحكومة تقر 150 دينار للعجول وترفض في المقابل زيادة علاوة الأولاد، كيف لحكومة تفكر بعقل مثل هذا العقل أن تدير بلد؟ لا هذا غير صحيح، يعني شنو إحنا 150 دينار أعطيتهم حق ال... لا لا يا أخي الفاضل، يعني اليوم العجل هذا حقيقة تسفيه. أنا أعتقد بغض النظر عن تصريح الأخت صفاء الهاشم وغيرها،
اليوم لما يولد العجل يصرف له 150 من الدولة شهري، بينما الطفل الكويتي يصرف له 50. هذه هكذا تعقد المقارنة، هكذا تعقد، وهكذا يعني الناس هكذا يصدق المواطن. الناس بعد ما يئسوا يعني يمكن من دولة الرفاه او انه وجود انت هنا اليوم او انت هناك عدم وجود اي انجاز حقيقي، قالوا معود حتى العجول قال ياخذون 150 دينار. أيوة، احسن من ماشي ممتاز. يعني وصل يعني المواطن وصل الى هذه الى هالمرحله من الياس. لا، مو المواطن عفوا، لما النائب يصرح والنائب يريد بهذا التصريح ان يدين حكومه او يشوه صورة حكومة، لا نقول بأن المواطن مش بالضرورة قاعد يشوه صورة حكومة بقدر ما قاعد هو يعكس مو واقع. صحيح. طيب ما هو واقع. واقع أي واقع وجهة نظر. طيب ولو صحيح وجهة نظر، ولو في عجل يأخذ 150 عند بلاده، هي تقول أنت أيضا قاعد تقول لي وتسألني تقول لي تصريحها. لكن يوم المواطن فطن، أنا كمواطن أصدق بأن العجل لما ينولد يصرف له 150 دينار شهريا والولد الكويتي يصرف له 50 دينار؟ هكذا يعني تصدق الامور؟ يعقل؟ يمكن في ناس صدقوا دكتور. لا يا اخي الفاضل، علينا ان نكون على الاقل شويه يعني منطقيين وليس خلينا نقول حقانيين، بس ما يقبله المنطق. المنطق يقبل بان عجل ينولد يصرف له 150 دينار شهريا. طيب. والولد الكويتي يصرف له 50 دينار. طيب. خلينا سالفه 150 دينار مالت العجول هذه، دام انت يعني تشوف انها فيها نوع من التسفيه، خلينا ناخذ راي اخر من النائب الفاضل حمدان العازمي، دليل على استمرار دوله الرفاه، ان حكومات سمو الشيخ جابر المبارك المتعاقبه فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع خطه التنميه. الحكومة قامت بصرف 16.7 مليار دينار من إجمالي المبلغ المرصود لتحقيق الخطة والبالغ 30.8 مليار. متسائلا كيف تم صرف هذا المبلغ الضخم دون أن نرى مستشفى جديد أو جامعة أو حتى مبنى إداري؟ يحضر الأخ حمدان العازمي، يحضر لجنة الميزانيات والحساب الختامي لتناقش الميزانيات ويرى وين ذهبت هذه الأموال. إذا وجد فيها اختلاس، إذا وجد فيها سرقة، والله لله كامل الحق ونحترمه وجزاه الله خير انه يقدم استجواب في اختلاس من الميزانيه التي وضعت للتنميه وتم اختلاسها. لذلك احنا اليوم ان شاء الله تعالى في هذا الشهر وقبل شهر رمضان المبارك سوف نناقش كل الحسابات الختاميه والميزانيه القادمه ان شاء الله تعالى التي سوف تقر 14-15. لذلك يا اخي الفاضل، اذا وجد في هذه الميزانيات والحسابات الختاميه ان مثلا وزارة الأشغال خذت مليار ولا صرفته على التنمية، إنما بعثرته وبهدلته وغير ذلك، لحق والله بالعكس حياه الله. طيب هذا كان تصريح النائب الفاضل حمدان العازمي. النائب المستقيل رياض العسراني، نرجع مرة ثانية أذكر اسمه، طلبت من الحكومة تزويدي بمشاريع التنمية وهي غير واقعية وسيئة، ومن ضمنها المخيمات والمسنة في البحر وحدائق وتوسعة شارع جعلوها في الخطة. هل يعقل هذا؟ وهل هذا يجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا؟ مخيم وحديقة صارت من ضمن خطة التنمية ونتحدث عن دولة الرفاه. ما انتظر طال عمرك الإجابة، وليته وجه استجواب في هذه الأمور، ليته وجه استجواب اللي يتفضل فيها الآن ويقول إن وجهت أسئلة وما تم إجابتي أو كذا. ماشي، إحنا نحترم رأي النائب، وإحنا لا نعتقد بأن إحنا عندنا العصمة وأن فعلا ما نقوم فيه والله كله يتجانب. شنو الجواب على كلامه؟ لا أدري. على الحديقة والشارع والمسنة هذا إذا موجه فيه أسئلة يشوف الوزير المختص، يشوف الوزير المختص. لا أنت حين خلينا يعني ما أدري الحقيقة يعني إذا تعتقد هو يقول بأن هذا وردت في خطة التنمية. إيه هو يقول هذا الكلام. إحنا خطة التنمية إلى الآن لم تناقش للعلم أخوي عمار، ولذلك إذا وجدها في برنامج عمل الحكومة هذه الأمور، مسنا طراد مخيم. شو السبب عدم مناقشة خطة التنمية؟ موجودة الآن، أحيلت المجلس وإن شاء الله ستناقش. لا الحين في نهاية دور الانعقاد الثاني. إيه؟ المجلس باقي له، إذا استمر باقي له سنتين. إلى الآن خطة التنمية ما تم مناقشتها، شنو السبب؟ ما يمنع هذه الخطة القادمة، ولذلك ممكن تناقش، لأن الخطة مرتبطة بالميزانية. حتى الميزانية الآن اللي إن شاء الله تعالى سوف نقرها مرتبطة بالخطة التنموية. ما تعتبر خطة السنوية أقصد. ما تعتبر متأخرة يعني خطة التنمية؟ لا متأخرة، نعم أنا أتفق معك متأخرة. لأن الحكومة هذه يمكن حكومة جديدة أنا أعتبر، ولذلك هي أتت حتى الأخت الفاضلة حكومة جديدة وتصير هم حكومة تطلع من وارد أخ الفاضل من بطن حكومة ثانية. لا نضمن شيء، لكن أنت لك أن تتصور بأن كان في وزيرة تنمية، وتم الحقيقة أيضا الآن وجود الأخت الفاضلة هند الصبيح كوزيرة للتنمية، فراجعت الخطة وجدت أنها تحتاج إلى بعض التعديلات. لكن أنا أتفق معك أخوي الفاضل، إذا وجدت في خطة التنمية ما يحتاج إلى السؤال، إلى استجواب، إلى استجلاء حقيقة، هذا حق للنائب ولا نصادر عليه. طيب.
قبل توليك منصب الوزارة دكتور، كنت رئيس لجنة الإيداعات المليونية، هذه القضية التي أثارت الشارع السياسي وصارت عليها تبعات كثيرة جدا. الآن بعد أن انتقلت إلى الصف الحكومي من حكم موقعك الجديد، كيف ترى مستقبل هذه اللجنة؟ أنا أعتقد اللجنة بإيد الأخوة النواب اليوم كما كانت بإيدنا، وكنت أنا معاهم وأرأس هذه اللجنة، وكان في رأيين أن احنا نطلع ما تم التوصل إليه في الإيداعات اللي أجراها المجلس المبطل، المجلس المبطل الأول، وما توصلتوا حق نتيجة جديدة يعني؟ لا أنا بقول لك هالشغلة هذه، أن نطلع من الخزائن الموجودة ما توصلوا إليه المحفوظة، ونصيغ تقرير أو كان في تقرير الله العالم ونطلعه. وكان رأي الأخوة الأكثرية أن لا، انسجاما مع ما قدم بأن نعود إلى 2006، نحقق منذ 2006 يعني منذ تولي الشيخ ناصر محمد رئاسة الوزراء إلى اليوم، وانتهينا إلى هذا الرأي وبدأنا يعني نرجع في التاريخ القديم. يبقى عدد الحكمة أنكم ترجعون 2006 إذا كان هناك أساسا في جهد بذل وفي تقارير موجودة طلعتوها وتحققتوا منها، إذا صحيحة أعلنتوها واتخذتوا إجراء آخر ترجعون من 2006. البعض يقول هذا كان الهدف من أنكم رجعتوا 2006 إلى يعني تميع الموضوع، مط الموضوع، تبون تأخذون وقت أكثر. من الذي كلف اللجنة؟ هو المجلس، والمجلس هو الذي كلفها بهذا التكليف بأن تعود إلى 2006. يبقى بعض الأخوة نعم قال بأن احنا عندنا تقرير جاهز على خلينا نقول مجلس 2009 النواب اللي طيب، فمن باب أولى أنه كان هذا لا مو ما هذا اللي ناقشناه في اللجنة، هذا الحقيقة اللي نوقش في اللجنة، ألا نطلع تقرير عن بس 2009 ولا لا ننتظر حتى نأتي بباقي النتائج؟ إلى أن 2006 هو الكفلات. النائب الفاضل محمد الهدية قبل في شهر أبريل الماضي تحدث عن تواطؤ بين بعض أعضاء مجلس الأمة والحكومة يتسبب في تعطيل وتأخير نتائج تحقيق لجان التحقيق البرلمانية. هناك قضايا قديمة لا تزال تنظرها لجان التحقيق دون نتائج، ومنها الإيداعات المليونية، الأساليب المتبعة في قتل التحقيق وطمطمة القضايا حتى لا يتخذ فيها إجراء. والله يا أخي الفاضل، وقتل يعني من يقوم بالتحقيق ليس للحكومة شأن فيه، الحكومة يتم دعوتهم كشهود، وإلا فإن التأجيل والتقرير وانتهاء عمل اللجنة كل موكل إلى مجلس الأمة وإلى أعضاء اللجان، فإحنا لا نتدخل في عملهم ولا نعلق حتى على أعمالهم في هذه اللجان. أما أن نحن متواطئين معهم هذا عمل المجلس، لا نستطيع إحنا أيضا. هذا أحد النواب اللي بالمجلس، نعم فيه ألف نعم، لكن إذا كان في تواطؤ من الحكومة بهذا الجانب يبينه. اللجنة لجنة برلمانية لا تشارك فيها الحكومة في عضويتها، يعني لو كان من خلال علاقة الحكومة مع بعض النواب قد هذا يؤدي إلى أن يعني ظن. خلينا نأخذ مثال على هذا الظن، نائب عضو لجنة الإيداعات المستغيل طبعا حاليا رياض العدساني، احنا اليوم ذكرنا اسمه وايد، ما ادري الحقيقه استجواب رياض العدساني وليس استجواب عمار تقي. لجنة الإيداعات بدأت من الصفر في مبطل واحد لمدة 3 شهور، رصدنا خلالها الكاش كله ورفعنا التقارير ولكن ابطال المجلس. اما المجلس الحالي من شهر 11 لعام 2013 الى تقديم استقالتنا في نهاية ابريل 2014 ما يقارب من 6 شهور لم يفعل شيئا، بالرغم من انه تم التصويت على محل الشاهد تم التصويت على الاستعانة بجميع الوثائق والمستندات في المجلس المبطل الأول، مع ذلك يطلبون رأي الخبراء. مو صحيح أخي الفاضل، عضو بعد باللجنة، أنا ما يبتلك واحد عضو برا. لا وأنا كنت بالمجلس، أنت تقول الآن قرأت تصريحة بأن رفع تقرير، كلامه أنا بالمجلس ما رفع تقرير، وارجع إلى مجلس 2009 إن وجدت تقرير رفع من لجنة التحقيق، إنما طلبت أيضا تمديد، طلب تمديد لمدة 3 شهور أو غيرها من الأشهر، ولم يرفع تقرير أبدا، وأنا مسؤول عن كلامي، وأنا كنت عضو في المجلس ما كنت برا. تتوقع أن هذه اللجنة بالإمكان أن تصل بالفعل إلى نتيجة؟ الله العالم، ما هو الموضوع ممكن تصل وممكن ما تصل. لا أنا ما أقول لك تصل أو ما تصل، قد ما تصل إلى النتيجة اللي يريدها البعض، يعني اليوم طال عمرك الموضوع كله أحيل إلى النيابة العامة. والنيابة تقصد النتيجة اللي يريدها البعض؟ ليش البعض يعني عندنا نتيجة معينة يبي يوصل لها؟ لا كلام اللجنة، البعض كان يريد أن تظهر الأسماء والأرصدة مقابلها، أسماء النواب والأرصدة اللي تقابلها، وأن تظهر للعلن. قلنا يا أخي، قلنا لمن يريد هذا الأمر أو تنتهي اللجنة، وأنا كنت رئيسها، أنت تملك مو تقول لنا في تقرير أطلع فيه للناس، في تقرير يقول الأسماء والمبالغ اللي جبالها، احنا اللجنة ما نستطيع ان نفعل ذلك الا لما ننتهي بتحقيقنا. اذا انت عندك هالمعلومات اطلع فيها للعلن، اطلع فيها واعلنها، ولا احد يصادر حقك فيها.
أما اللجنة يراد أنها يلوى عنقها أنها تتخذ خط معين؟ لا. طيب احنا مسؤولين ايضا. طيب خلينا نضع نقطه على هذا الموضوع بشكل سريع قبل ما ننهي هذا المحور معاك دكتور، نعرج على بعض القضايا السريعه. الهيئه العامه للبيئه، جماعه الخط الاخضر البيئيه قبل ايام في بيان صحفي تحدثت عن، على الرغم من استنجاد سمو الشيخ جابر المبارك بالعمير الدكتور علي العمير الفاضل وتسليم مسؤوليه الهيئه العامه للبيئه، الا ان الضعف والتردد في اصدار القرارات كانت السمه الابرز في اداء الوزير، حتى وصل الامر الى بقاء الهيئه العامه للبيئه دون مدير عام، على الرغم من صدور احكام قضائيه باسم حضره صاحب السمو ضد الهيئه العامه للبيئه، الا ان الوزير العمير لم يهتم بتطبيق هذه الاحكام. لم تهتم بتطبيق هذه الاحكام كما تقول؟ مو صحيح، الاحكام واجبه جماعه التطبيق. الخط الاخضر الاحكام طال عمرك واجبه التطبيق، والاحكام اذا لم تطبق يستطيع اي خصم يستفيد من هذه الأحكام أن يذهب إلى قاضي التنفيذ ويقول بأن الوزير لم يطبق أو الوكيل أو الرئيس الهيئة العامة للبيئة. فهذا كلام طبقت يعني القانون 100%. أي قانون لم نطبقه؟ أي أحكام لم نطبقها؟ شنو السبب إلى الآن لا يوجد هناك مدير عام للبيئة؟ فترة انتقالية وفي يعني إدارية، لا يوجد فراغ إداري. الأخ صلاح المضحي انتهت مدته وكان بالإمكان أن يجدد له أو لا يجدد، وبالتالي اتخذ مجلس الوزراء الموقر قرار بجزاه الله خير يعني إعفاء من هذا المنصب، ويعني حسب تقديرات معينة. طيب. عندما الأخ صلاح المضحي غادر منصبه بعد انتهاء فترته، عين الأخت الفاضلة رجاء البصيري وهي نائبة المدير العام للهيئة العامة للبيئة موجودة حاليا بالوكالة، فبالتالي لا يوجد فراغ الحقيقة إداري بأن وكأن الهيئة ليس لها لا مدير ولا عاملين ولا مدراء يعملون. طيب موضوع لجنة التحقيق اللي شكلتها دكتور في قضية توزيع الأراضي الزراعية على ما أثير بأنها وزعت على بعض السياسيين، إلى أين وصلت؟ الحمد لله انتهى. انتهى التحقيق، لجنة التحقيق في أراضي وزعت على السياسيين؟ مو كان الغرض أن الأراضي وزعت على السياسيين أم لا، الغرض من التحقيق هو من دخل القرعة هل كان مستوفي الشروط أو أن دخلوا ناس غير مستوفين الشروط وخصصت لهم مزارع. وللأمان انتهى الموضوع على القرعة، كان يتعلق أي فقط. نعم. في قضية القرعة في من، نعم في من مش استفاد. في قضية أن الناس استفادوا ولا ما استفادوا، تم يعني إعطاء عطايا لبعض السياسيين لكسب ولاءاتهم، ما كانت القضية بهذا الاتجاه. لا، القضية من دخل هذه القرعة وهو لا يستحق، بغض النظر عن مسماه، سياسي، شيخ، نافذ، أيا كان، إنسان دخل القرعة وهو غير مستحق بمعنى لا تنطبق عليه الشروط، من هم وكم عددهم وكيف نتصرف معهم؟ فهل هناك من دخل القرعة؟ نعم. غير مستحق؟ نعم، دخل القرعة من لا تنطبق عليه شروط الإعلان. هذا رأي لجنة التحقيق اللي انتهت له، اللي هي كلفت الفتوى والتشريع فيها. طيب. كهيئة قضائية أيضا محايدة ليس لها علاقة لا بمستفيدين ولا بهيئة عامة للزراعة. طيب. وانتهت إلى هذا التقرير. التقرير نعم، هناك من دخل القرعة ولم يكن محقق شروط الإعلان، ولذلك عندما وصلني هذا التقرير تعاملنا معه كالتالي: الناس اللي منطبق عليهم الشروط أذن بأن يتم إجراء التخصيص ويمشون في معاملاتهم، إيقاف كل من لم تنطبق عليه شروط الإعلان حتى الأخوة في الهيئة العامة للزراعة يراجعون هذه الأمور ويتأكدون من عدم أو أن في معلومات. كم عددهم تقريبا؟ لا استطيع ان اعطي عدد، لكن تقريبي نتكلم عن 2 3 ولا 20 ولا 100 200. مجموع المخالفات بعض الشركات طبعا لديها اكثر من مخالفه، مثلا شركه فلان عندها 3-4 مخالفات، شركه فلان عندها مخالفه واحده، مجموع المخالفات 227 مخالفه. مجموع المخالفات 227 مخالفه بما انتهى اليه التحقيق. فاليوم كم شركة من هالشركات هذه اللي يعني يجب أنها تغادر القسيمة اللي خصصت لها ولا تستحقها، هذا الحين اللي قاعدين احنا نعمل فيه. لكن من ال 227 227 مخالفة، من ال 227 مخالفة، نعم، نسبة الترضيات السياسية اللي كانت فيها اللي أعطيت إلى بصفة هبات سياسية، ما أستطيع الحقيقة أني أقول، لأن ما في نسبة، لا ما بقول لك في نسبة، لا تقول كم النسبة، بس في نسبة على الأقل ما أقدر أقول عمر، لأني أنا لما أنظر إلى اسم شركة، واسم الشركة ليس بالضرورة أن تكشف عن من هو الشريك فيها. دكتور أنت إذا رحت حق اسم الشركة وإذا عرفت المالك، إيه بس هذا مو شغلي أنا، يعني أنا طال عمرك يعني. مو شغلي أني أنا أبحث من هم الشركاء. الشركة هذه منطبق عليها، اسمح لي ما أثير فحول هذا الموضوع دكتور، في شبهة، خليني أبين لك في شبهة، في الشيء اللي فيه شبهة شلناه سواء سياسي أو غير سياسي.
يعني لما نيجي اليوم شيء في شبهه مو لسياسي، مو لعضو مجلس امه، اقول ما يخالف خليه يمشي؟ لا، ولو اتى شيء ما في شبهه لسياسي راح يمشي، لانه دش بحكم القانون وطبق الشروط اللي عليه حتى لو كان سياسي. ولذلك انا لما انظر الى اسم الشركه اذا مخالفه بغض النظر عن فيها شيخ نافذ سياسي راح تعزل عن التخصيص. اللي مطبقه للشروط بغض النظر عن من فيها، ما دام مطبقه الشروط تاخذ عليه بالعافيه. وبالتالي انت قلت الحين الخطوه القادمه انكم بس مجرد جمدتوا الى ان وقفنا اجراءات التخصيص لمن وردت في اسماء شركاتهم هذه المخالفات. راح تسحبونها؟ راح تسوون لجنه تحقيق داخليه عندكم؟ من المتسبب انه دخلهم القرعه؟ هو عدم محاسبه بعض المسؤولين طبيعي في الهيئه؟ طبيعي اخوي عمار، راح نرد ان شاء الله تعالى، لكن خلينا نتاكد اول بان فعلا هذه المخالفات الان اللي وردتها لجنه تحقيق مخالفات حقيقيه، وبالتالي نعم لابد ان نشوف ليش السبب ولماذا عملت هذه المخالفات. طيب بشكل سريع قبل ما اطلع فاصل، عضو لجنه، كونك انت عضو سابق في المجلس السابق في لجنه الظواهر السلبيه دكتور علي العمير، النائب حمدان العازمي قدم اقتراح برغبه بمنع التعري في حمامات السباحه واروقه الفنادق، موقف الحكومه من هذا القانون؟ ما ناقشنا هذا الامر في الحكومه، لم يناقش هذا الامر في الحكومه ولم يصلنا الى الان هذا الاقتراح. بس اللي اكيد سمعت عنه، قريته بالجرايد، سمعت بعض التصريحات. سمعت يا طويل العمر عنه. هل تؤيد من حيث المبدا مثل هذا الاقتراح ام لا تؤيد من حيث المبدا مثل هذا لا الاقتراح؟ يعني على كل حال قضيه التعري من عدمها، احنا مجتمع مسلم محافظ، معنى التعري ايش هو؟ هو التعري يعني يحمل اكثر الحقيقه من معنى، لا نريد ان نذهب الى معنى اللغوي للتعري. يبقى القضيه اللي حملها الاخ حمدان العازمي، النائب حمدان العازمي، وقدمها في اللجنة وافقت عليها، لجنة برلمانية هذه وافقت عليها، يفترض الآن أنها تدرج على جدول الأعمال. أنا مو قاعد أتكلم عن 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 على الإجراءات، على الإجراءات، أنا قاعد أتكلم عن من حيث المبدأ. هناك خلينا نقول تصور مبدئي للحكومة، وأنت في النهاية مثل ما ذكرت قبل شوية عضو سابق كنت في لجنة الظواهر السلبية، لكن مو أنا اللي قدمت. لا مو أنت، هذا يعني أنا قلت العازم. أي ولذلك لا، حتى يوم كنت يعني عضو في لجنة الظواهر السلبية، يبقى يا أخي الفاضل كل ما من شأنه أن يحفظ المجتمع ويعزز القيم ويذود ان شاء الله بالمظاهر السلبيه اللي هم يرونها الاخوه النواب، لا نملك الا التعاون معها ان شاء الله تعالى بطريقه دستوريه قانونيه. وبالتالي من حيث المبدا تؤيد مثل هذا؟ لا اؤيد ولا اعارض لما اشوف. حتى الان ما راح تعطيني جواب. لا والله هذا اجابتي، يعني اليوم احكم على الشيء من غير ما اشوف القانون الاقتراح نفسه، من غير ما نتدارسه كحكومه والحكومه متضامنه في هذا الامر. ولذلك اخي الفاضل لا استطيع اليوم اني اقول لك موافق ولا معارض وانا بعدي ما شفت القانون. التشكيل الحكومي المرتقب متى سيكون؟ وملف القطاع النفطي راح نفتحه معاك دكتور بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لازال حوارنا مستمر مع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون المجلس الأمة الدكتور علي العمير. دكتور علي، التشكيل الحكومي القادم خصوصا بعد استقالة اثنين من الوزراء، البعض تحدث عن 5 حقائب وزارية سيطالها التغيير، آخر الأخبار اللي عندك؟ والله ما عندي أخبار في هذا الموضوع ولست المعني في هذا الأمر، فلا شك. ما سمعت كلش ولا شيء؟ لا يعني ليس هناك أخبار عندي عن أي تعديل حكومي اللي يروج ان في تعديل حكومي، الله العالم شنو المصادر القوه، لكن نحن مع اجتماعنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء كل من مستمر في حقيبته الوزاريه. يبقى نعم في اخوين فاضلين اللي هما وزير العدل وزير الاوقاف وكذلك وزير التربيه، الشواغر الان منصبهم الوزاريه وممكن تملا هذه، ممكن تملا قبل نعم قبل شهر رمضان. الله اعلم، هذا تقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء. بس حتى الان انت ما عندك اي معلومه ولا سمعت اي شيء؟ تمام، ما عندي اي معلومه الحقيقه عن هذا الامر.
طيب نائب الفاضل فيصل الشايع قبل أيام صرح سيتقدم باقتراح بشأن قانون الانتخابات بعد أن نعرضه على جميع القوى السياسية والقانونيين والسياسيين للخروج بتوافق سياسي، والمقترح سيحد من التطرف القبلي والطائفي وسيكون جاهزا خلال دور الانعقاد المقبل. موقف الحكومة من حيث المبدأ، أكيد بتجاوبني بتقول إحنا إلى الآن ما وصلنا الاقتراح ولازم ندرسه ونشوفه، من حيث المبدأ هل الحكومة ممكن تقبل تعديل قانون النظام الانتخابي من صوت واحد إلى أي صيغة أخرى؟ لذلك أنت تسألني كحكومة ولا تسألني أنا أمامي الحين وزير، أنا يلا الحين حصلتي وزير بالحكومة الحين قاعد قدامي فلما أنا أقول لك توجه الحكومة يفترض أن هذا الأمر يناقش حتى أكون أمين في نقلي، ولذلك أنا اليوم ما أتكلم باسم الحكومة والموضوع لم يناقش ولم يصلنا ولا نعرفه ما هو هذا الاقتراح. كلامك سليم، لكن هناك في قضايا من حيث المبدأ اساسا هي مرفوضه عند الحكومه، ممكن تكون شوف هذه واحده من القضايا. احنا تكون المشكلة احنا الان لا نريد تعديل النظام الانتخابي نقطه. خلينا نخلص اول شيء من توافق الاخوه في المجلس، خلينا ننتهي الى ان فعلا الامور تم حسمها في لجان المجلس حسب الاختصاص لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه، ويخرج القانون شوفه. ما قدرنا نعلق على شيء حتى من حيث المبدا. تعال لنا بالتعديلات الدستوريه، التعديلات الدستوريه نفس من كان يرفض تعديلها ينادي بتعديلها، ينادي اليوم بتعديلها بكره يرفض تعديلها، نفس الشخص نفس النائب، وهذا مرينا فيه اليوم. يعني كثير من الاخوه اللي تكلموا عن تعديلات دستوريه ياهم وقت من الاوقات قالوا الا الدستور، انتهينا من الحقبه قالوا لا. تقصد المعارضه؟ لا بغض النظر، حتى من الناس اللي كانوا معنا في المجلس قالوا الا المعارضه يعني. لا حتى في الناس اللي كانوا معنا في المجلس، وانا كنت في عضو في كتله الا الدستور في يوم من الايام، انا كنت عضو في كتله الا الدستور. فبالتالي احنا النواب انفسهم تجد الشخص واحد يقبل يرفض يقبل. معقول اني اتكلم اليوم واقول والله نعم من حيث المبدا الحكومه ترفض او تؤيد واحنا ما اطلعنا على شيء؟ طيب انا اعتقد ان الاخ فيصل اليوم يعني وجزاه الله خير كيف هذه الخطوه خطوه اقدموا على كل ما من شانه اخي الفاضل، كل ما شانه انه يعزز الديمقراطيه ويقضي على المشاكل ويقرب وجهات النظر امر محمود. فالاخ فيصل الشاعر جزاه الله خير قال بيعرض مقترحه على القوى السياسيه. طيب اذا عرض مقترحه على القوى السياسيه ووجد هناك توافق وتم الحمد لله حسمه في لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه، نناقش احنا ما عندنا مشكله. نقطه على هذا الموضوع اللي ما اخذنا منك جواب دكتور فيه، وننتقل الى الملف الاخر، ملف القطاع النفطي. احدى الصحف تحديدا جريده القبس في ابريل الماضي نشرت تحليل اقتصادي جاء فيه مواجهه حقيقيه بدات بين الوزير العمير من جهه ومجلس اداره مؤسسه البترول من جهه اخرى في مساله تعيين الاعضاء المنتدبين. بعيداً عن الدبلوماسية المعتادة للدكتور علي العمير، هل هناك بالفعل مواجهة؟ لا أبداً، ولو كان في مواجهة معقول تستمر من أبريل إلى جون، الآن إحنا في يونيو شهرين تستمر، ممكن يعني شو المواجهة هذه؟ ممكن استمرت بشكل تصاعدي. لا مو هذا كانت يعني بالغرف المغلقة الآن تكون يعني بدأت أنها تطلع أكثر أكثر. تمام، وهل هذا واقع اليوم؟ يعني أنا سألك ما أدري. لا يعني ما يخفى على المراقب ولا على السامع ولا أيضاً على الصحف اللي كلها كل تقدير واحترام متابعة لشأن النفطي، إن في مواجهة في إبريل واليوم إحنا في جون. طيب شو صار على هالمواجهة؟ جريدة مثل القبس في النهاية لما تطلع تحليل بكل تأكيد يعني ما راح يكون مجرد الهدف منه مجرد ضجة إعلامية، أكيد هناك عندها بعض التسريبات أو عندها بعض القضايا. ممكن على شنو طال عمرك على قضية تعيين الأعضاء المنتدبين؟ أي أعضاء منتدبين عيننا إحنا؟ أي أعضاء منتدبين؟ بتعينون يمكن؟ ما راح نعين، وينهم؟ وين الشواغر اللي أنا بسدها اليوم كعلي العمير جاي كوزير؟ عندي شواغر في الاعضاء المنتدبين ابي اعين، وان مجلس الاداره رافض هذا الشيء. انت اول ما استلمت وزاره النفط دكتور ما كانت عندك نيه او رغبه انك انت تبي تعين بعض الاعضاء المنتدبين؟ ابدا، وينهم؟ انا وين اسالك ما ادري، انا قاعد اسال. انا مو جاي طال عمرك اني اعين مجموعه والله عندي من الاسماء وياي النفط اني اقول ابي اعين هذه الاسماء، ولا كان من شهر واحد لشهر سته كان عينت. لكن وين الشواغر اساسا اللي بعين فيها الاعضاء المنتدبين؟ لكن خلني اقول لك شغله، يمكن خان الاخوه يعني محرر هذا الخبر، لعل ما قصدوه هو عوده القياديين بحكم قضائي، وهذا اللي ظنوا بانه بيسبب ازمه بيني وبين مجلس الاداره. ما سبب ازمه؟ ابدا، هذا ما عادوا وكلهم في منصبه، كل الاخوه القياديين الثلاثه الاخ شذا الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري عادوا إلى مواقعهم وكأعضاء منتدبين في نفس الأماكن اللي كانوا فيها قبل الإحالة موجودين حاليا. طيب وأيضا هني البعض أيضا تحدث دكتور، بعض الصحف أيضا تحدثت على أن هذا الحكم كان حكم ابتدائي ولا زال هناك استئناف، هناك قضايا أخرى
غير القضايا اللي تم الحكم فيها، قضايا أخرى مرتبطة ببعض الأسماء اللي تفضلت فيها دكتور، محالة إلى الآن إلى النيابة في قضايا أخرى. طيب. إلى الآن ما طلعت نتيجة التحقيق. ألم يكن من الأجدى والأفضل التروي في اتخاذ القرار العودة إلى أن تتضح الرؤية بشكل كامل؟ الأولى والأجدى والأصلح هو تطبيق منطوق الحكم كما جاء، فمنطوق الحكم نص على أنهم يعودون إلى وظائفهم وبالنفاذ المعجل، يعني على وجه السرعة وعلى وجه العجلة يعودون. وأتى حكم الاستئناف، خرج الآن حكم الاستئناف يؤيد حكم أول درجة وهو حكم نافذ. فبالتالي يا أخي الفاضل، لا، مو من المصلحة أني أنا أتعامل بمزاجية مع الأحكام القضائية، خلني أصبر، خلني أنطر، خلني. الحكم يقول رجعهم وإلى أماكنهم وبالنفاذ المعجل. أي أنا علي العمير أقول لا، خلنا ننطر حكم الاستئناف يمكن. وبعدين ها في قضايا أخرى مثل ما تفضلت حضرتك الآن، في قضايا أخرى لم تخرج أحكامها، خلنا ننطر بعد الأحكام الثانية. أنا بنصب نفسي قاضي على القاضي؟ طيب، صحيح. خلنا نأخذ مثال واحد سريع جدا على قضية الخلاف داخل بين القيادات داخل القطاع النفطي. العضو المنتدب سيدة الفاضلة شذى الصباح في تغريدة على تويتر قالت: لابد من التدقيق على أعضاء مجلس أي إدارة البعض منهم تعينه فيه تعارض مصالح بسبب شركاتهم الخاصة. رد عليها في تويتر أيضا عضو المجلس الأعلى للبترول السيد محمد الهاجري: تدمير القطاع النفطي من الداخل، أعضاء منتدبين ينهشون لحم زملائهم بالعلن، خلافات حادة موجودة. جزاك الله خير. أنت غير سؤالك. غيرت، خلصنا السؤال الأول، انتقلنا حق سؤال ثاني. السؤال الثالث. لا يمكن السؤال الثالث الرابع، هذا الأخت شذى تسأل عنه والأخ محمد يسأل عنه، ولست طرفا فيه. أنا مهمتي اليوم أني أحافظ على القطاع النفطي اليوم. اكيد أنا عمرك الابي طبعا دكتور راح اسالهم، لكن انت في النهايه على سده بالضبط. هذا انا لست مسؤولا. لا انت مو مسؤول. لا شوف الخلافات، انت مو مسؤول عن الخلافات. لكن هذه الخلافات الا قاعد مو قاعده تاثر على متى على القطاع ما وجدت النفطي؟ متى ما وجدت بان هذه الخلافات تؤثر على القطاع النفطي ساجنب القطاع النفطي هذه الخلافات، وان لم استطع فساغادر. على تويتر الان قاعد بغض النظر، على تويتر، على مستوى القيادات، على تويتر، على مستوى القيادات، على كذا. لكن عندي انا بالمؤسسه شنو الحال؟ شنو الحال؟ الحال الحمد لله رب العالمين، كل الأمور ماشية وفي نوع من الاستقرار الحمد لله، وفي إنجاز وفي إنتاج. في كلام على أنك دكتور قاعد تنتزع بعض الصلاحيات لمجالس لبعض مجالس الإدارات أو بعض الرؤساء، صحيح؟ لا يعني هذا كلام قيل. صحيح؟ هذا الكلام قيل بأني أنا جاي عشان أنتزع. لا مو جاي، أنت جاي وانتزعت خلاص. وين؟ شنو هي؟ أنا قاعد أسألك. لا أنا أسألك. ما انتزعت أي صلاحيات؟ أي صلاحيات؟ تماماً. أبداً. أي صلاحيات اللي أنا انتزعتها من مجلس إدارة أو من الأخ الفاضل طبعاً اللي حقيقة أكن له كل تقدير واحترام الرئيس التنفيذي واللي هو عندي محل ثقة وتقدير الأخ نزار العتساني، أي صلاحيات أنا؟ ماكو تباين في اختلاف وجهات النظر بينكم؟ تباين طال عمرك في وجهات النظر تحسم في إطارها الصحيح. نعم تبايننا في مجلس الإدارة في بعض القضايا وحسمت بأغلبية. أنا لي صوت ترى في مجلس الإدارة، أنا صوت، وعند التعادل يكون لي صوت مرجح. فعند التصويت إذا غلب رأي الأخوة المعارضين ويكون معاي من مجلس الإدارة أيضا أخوة موافقين، خلاص يحسم بالطريقة اللي يعني طريقة ديمقراطية. نعم صحيح. طيب. ولذا كان أتوقع سواء في مجلس الإدارة في فلا يوجد هناك الآن اختلاف أو تباين الحمد بين الدكتور علي الأمير وبين أعضاء مجلس الإدارة، والخلافات هذه لا تؤثر على القطاع النفطي، والوضع طبيعي جدا، ولا توجد هناك أي مشاكل والمركب ماشي. أنا أقول لك عدل، قاعد تقول كذي. إن وجدت خلافات ووجد تباين في وجهات النظر فتحل بالطريقة الصحيحة اللي تنظمها اللائحة. طيب. والقانون. قضية الداو، لجنة التحقيق في قضية الداو، هذه القضية المستمرة المستمرة المستمرة، وين وصلتوا في قضية لجنة التحقيق؟ خلصنا حسمنا الأمور بالطريقة التي يريدها إخواننا في مجلس الأمة الموقر. انتهينا كحكومة من التحقيق اللي كان يرأس لجنة التحقيق في الأخ عدنان شهاب الدين، وقدمنا نسخة لمجلس الأمة الموقر الأخ الفاضل رئيس المجلس، وهم كلفوا ديوان المحاسبة، وانتهى ديوان المحاسبة من تقريره، وأخذنا التقريرين وعطيناهم الأخ الفاضل صلاح المسعد المستشار رئيس الفتوى والتشريع لإعداد البلاغات إن وجدت هناك أي قضايا جنائية تتعلق بالمال العام. فاليوم التقارير عنده، عند الأخ صلاح المسعد. القضية الآن موجودة عند الفتوى التشريع. نعم لإعداد أي بلاغات تراها مناسبة في هذا الأمر.
لذلك اخي الفاضل احنا نتعامل بكل شفافيه، التحقيقات الحمد لله موجوده. فالقضيه طلعت الان من 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 وزاره النفط وانتقلت الى الفتوى والتشريع. بالضبط الموضوع عند الفتوى والتشريع لاقرار اي شيء يعني طيب. يرونه مناسب. من اعلنا انك ضيفنا دكتور، المنتمين الى القطاع النفطي اكثر سؤال وجهوا لي اسال ابو عاصم على قضيه مكافاه المشاركه بالنجاح. في البداية عضو نقابة شركة نفط الكويت سيد الفاضل فيصل الكندري في بداية شهر يونيو كان عنده تصريح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قرار مكافأة المشاركة بالنجاح بواقع راتب ونص، الإعلان عنها غدا الأربعاء أو يوم الأحد على أبعد تقدير. بعدها بعد هذا التصريح نقابات بعض النقابات النفطية اعترضت وكانت تطالب بالمزيد أكثر من راتب ونص. أنت دكتور دعيت الاجتماع مجلس الإدارة يوم السبت لمناقشة هذا الموضوع، بدال وإحدى الصحف تكلمت عن راتبين، بدال الراتبين والراتب نص بقدرة قادر صارت راتب أربع. جوابك على من ينتظر سماع هذا السؤال. اللي قال بأن راتبين وراتب نص، إحنا ما قلنا هالكلام هذا ولا طلع منه التصريح، إلا توقعات كانت في وقت يعني احتساب المكافأة بالنجاح. والحقيقة هذا اللي طلعت فيه الحسبة وقرار مجلس الإدارة اللي أقره. الحسبة بناء على شنو دكتور؟ على الجدول، على مدى تحقيق الأرباح التشغيلية، إيش كثر حققت المؤسسة؟ مش هي قاعدة تتكلم عن راتب أو راتب ونص أو راتبين أو راتب راتبين ونص، ما في أرباع؟ لا لا الربع هذا من وينية؟ أكثر لغط صار على قضية الربع دكتور. لا لا الربع منطقي، وجزاه الله خير أخونا علي الهاجري يعني رئيس العضو المنتدب للمالية، إنه يعني بين إن الجدول إذا تم على الأقل تقسيمه أكثر ستكون الأرباح متوافقة تماماً مع المشاركة بالنجاح بصورة أدق، وفعلاً وافق مجلس الإدارة على هذا الأمر على اقتراح سيد علي الهاجري. نعم على الجدول، والحمد لله تم مقارنة الأرباح التشغيلية بهذه النسب وطلع الحقيقة راتب ربع لصالحهم، لأن لو أبقينا على الجدول القديم يطلع لهم راتب، بمعنى كان القفزات أخوي عمار راتب، راتب ونص، راتبين، راتبين ونص، ولا تحسب الأشياء اللي هي عبارة عن كسور بين هالأجزاء هذه. فالحمد لله احنا حاولنا قدر الإمكان ألا نضيع عليهم، بدل ما تعطونهم راتب راتب واحد أعطيتهم راتب ربع. أحسنت نعم، بدل راتب طيب. الحقيقة وعلى كل حال يعني بالنسبة حق بعض الأخوة في القطاع النفطي مجزية، يعني ترى ربع راتب لما نتكلم عن الرواتب قد تصل إلى 3,000 أو 4,000، يعني يطلع الحقيقة مبلغ، وإن كان ربع يطلع يعني مبلغ مجزي، ما حبينا أن نضيع عليهم بسبب التزام في يعني جدول معين باستطاعتنا ان احنا على الاقل نفصل فيه اكثر. رئيس مجلس اداره نقابه العاملين بالشركه الكويتيه لنفط الخليج فالح سعد العسكر، مطلوب من وزير النفط سرعه تعديل المكافاه والا فان سرعه تقديم استقالته هو واجب، مطالب استقاله بعد هذا القرار. رايي جزاه الله خير، رايي احنا خلصنا الحين، تنزل مكافاه النجاح مع رواتب شهر جون نازله. في لقاء تلفزيوني سابق ذكرت دكتور اشكر النقابات النفطيه على مساهمتها بتخفيض مكافاه المشاركه في النجاح، شلون ساهموا النقابات النفطيه؟ لا هو الحقيقه كان عده يعني لقاءات مع الاخوه في النقابات، احنا ابوابنا مفتوحه للجميع، ولذلك يعني كان في نوع من الحوار والنقاش حول هذا الموضوع. هذا الحقيقه اللي يعني قصدناه، بان كان ولا شك انهم حريصين على ان يحققون. لا وصلتوا الى خلينا نقول الى توافق، وصلتوا الى صفقه ما يعني اتفاق؟ لا صفقه ولا اتفاق ابدا، لا صفقه اخي الفاضل ولا اتفاق. انا جيت على كانوا رايحين باتجاه اضراب دكتور، بعد تصريحك هذا صارت بعض المفاوضات خلف الابواب المغلقه، طلعت انت وصرحت دكتور انك تشكرهم على انهم قبلوا بتخفيض المشاركه. قبلوا بتخفيض المشاركه، هم لا يستطيعون هم يقبلون يرفضوا، هذا قرار مجلس اداره كان، وقرار مجلس إدارة اتخذ أيام الله يذكره بالخير أخونا يعني مصطفى الشمالي لما كان وزير ويرأس مجلس إدارة المؤسسة، ونحن أتينا لننفذ هذا يعني القرار، قرار مجلس الإدارة، لأنه كان في نوع من التوافق على أنه يبقى هذا القرار. لذلك الأخوة في النقابات نعم يمكن في البداية كان في معارضة لهذا القرار، وبعدين صار في نوع على الأقل من التفهم، وليس الصفقة أو أنهم ساعدونا على تخفيض المكافأة، هم لم يساهموا في تخفيض المكافأة، المكافأة من خفضها لوائح معينة وقرت في مجلس الإدارة. ولماذا أيضا إحنا جنحنا إلى هذا الأمر وتطبيق القرار اللي جاء من مجلس الإدارة؟ لأن في جهات محاسبية ورقابية قاعدة تسجل هذه الأمور أنها مخالفات. ديوان المحاسبة. نعم ديوان المحاسبة.
آخر سؤال بس في هذا الموضوع دكتور، موضوع البيوت الستة في منطقة الأحمدية المتعلقين بفئة غير محددة الجنسية. نعم. بدون هذا الموضوع البعض يقول لا زال، أنت شكلت لجنة تحقيق تسميها أو لجنة بحث في النظر في أمرهم، وين وصل هذا الموضوع؟ هناك مشروع قائم في المنطقة واقف على البيوت الستة؟ لا، هو مو واقف على البيوت الستة، لا نجعلها بهذه القضية أبدا. يعني المشروع يعني في جزء ينفذ وفي مشروع واقف على البيوت وعلى غيرها أيضا، انما الاخوه البدون اللي يعني سكنوا هذه البيوت بنشوف لهم معالجه. مو معقول نقول لهم والله هذا التصريح انت ذكرته قبل اللقاء بشهرين يمكن. نعم. دكتور. نعم. وقلت اننا بنشوف لهم معالجه بشهرين. نعم. شفتوا معالجه شغالين الاخوه في بعض، كلها ترى ست بيوت، يعني القضيه هي مشكله كبيره. ست بيوت تلقوا لهم بديل والمشروع يكمل وهم تلقوا لهم مكان بديل مناسب. هو يعني اذا بعد وزاره النفط او القطاع النفطي ما يقدر انه يصل الى 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 يوفر ست بيوت. لا اخي الفاضل، ما انت احرص منا عليهم هذه لي شهرين. لا لا اقول لك، ما انت احرص علينا منهم، بمعنى هم اساسا من العاملين في القطاع النفطي، ولذلك احنا حريصين على مصالحهم وكلهم كل تقدير. الناس اللي خدموا منهم بعض طبعا توفوا واسرهم موجوده، ولذلك انا اريد ان استعجل بشيء يضرهم سهل جدا. ما حد ياب طاري الضرر. سهل. إيه؟ احنا قاعد نقول البديل، بالعكس يكون البديل افضل. ايوه البديل. لماذا لا يكون البديل افضل؟ ليش انت مستعجل على خروجهم؟ ست بيوت. انت مستعجل هم يطلعون؟ انت لا مو مستعجل ان المشاريع تخلص دكتور بالوقت المناسب. لا لا ما في وقت الحقيقه، يلزمنا يلزمنا في النهايه. اسمح لي. بكل تاكيد اي مشروع يمشي لا وقت معين. انت ما قلت لك المشروع ماشي في جزئيته معينه اللي ماشي فيها المقرر لها، وواقف في ما لم يبدا بعد، والاخوه قاعدين نشوف لهم معالجه لا تجعلهم يعني خلينا نقول في الشارع من ثلاث شهور مقطوطين، حتى لو كان من ست شهور، حتى لو كان من سنه، بالاخير الشيء اللي احنا نشوفه مناسب راح نفعله. هم اليوم في بيوتهم، اليوم هم في بيوتهم. طيب. فليش انت متضايق؟ هذا سؤال احنا ما لنا شغل دكتور، بس مرة ثانية لما طرحنا هذا السؤال. أيه. لأن الموضوع أنت هذا الكلام اللي تفضلت فيه. لا. قلته في لقاءات سابقة. أيوه لا زلنا ملتزمين. كنا جايين نبي نسمع منك شيء جديد. أنت ما اللي ذكرته عد ما قلته في السابق. ماشي. ما قلت لنا أي شيء جديد. ما دام هم في بيوتهم ما تضرروا طال عمرك، وإحنا بوعدنا إن ما راح نطلعهم إلا إن شاء الله تعالى إلى شيء مناسب، هذا الأمر يبحث. طيب. طالما أنهم في بيوتهم مرتاحين. طيب. ما المشروع خله. طيب. لا المشروع ان شاء الله ماشي. طيب. مشروع ماشي. طيب. ولو انهم حجر عثره. طيب. في هذا المشروع لا احنا ان شاء الله اتخذنا الجواب. بما ان احنا فتحنا موضوع البدون وياك دكتور، انتم من الحكومه؟ ايه؟ من زرع الكراهيه في نفوس البدون. أوف. من خلال معاملات لا انسانيه وسلب حقوق. لماذا تزرع الحكومه قنبله موقوته؟ الجوع كافر وما يحدث للبدون ظلم في ظل الوفره الماليه، وقد جرب الكويتيون الذل ولا أظن أننا نقبله على مستحقين يعيشون بيننا. أصبحت القضية بين المجلس والحكومة مماطلة وشعارات. لماذا تريدون الفتنة يا حكومة في البلد من عدم حل قضية البدون؟ هذا الكلام كان على لسان النائب السابق الفاضل علي الراشد. لماذا تريدون الفتنة ولا تريدون حل قضية البدون؟ راح أسمع منك الجواب بعد هذا الفاصل القصير. خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الفاصل الأخير مع ضيفنا وزير النفط ووزير الدولة شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير. دكتور علي، في هذا الفاصل لا زال عندنا مجموعة من القضايا بنحاول بشكل سريع نستعرضها معاك. في البداية موضوع فئة غير محددية الجنسية، موضوع البدون. النائب الفاضل السابق علي راشد تحدث عن هذا الموضوع وذكر أنتم، كان موجه كلامي إلى الحكومة، من زرع الكراهية في نفوس البدون من خلال معاملات لا إنسانية وسلب حقوق. كان ضيفنا على المنصة قبل فترة النائب الحالي الفاضل الدكتور عبد الحميد دشتي، وذكر بأن الحكومة غير جادة في حل قضية البدون. كيف تتعاطى الحكومة اليوم مع قضية البدون؟ لا بالعكس، يعني الحكومة الحقيقة مو أنا أعتقد أن هذه الحكومة لأني فيها، لكن الحمد لله حكومات دولة الكويت لا شك بأنها يعني تحترم إنسانية كل إنسان وتحافظ على كرامته من منطلق شرعي ومنطلق الحقيقة إنساني. وإذاك من يقول هذا الكلام الحمد لله هم أخوة
معنا بعضهم في البرلمان اليوم الأخ عبد الحميد دشتي وكذلك الأخ علي الراشد ليس فقط في البرلمان وإنما كان عضو حكومة كان وزير دولة شؤون مجلس الوزراء فما هي الأمور التي كانت على أيامه وسلبت الآن خل ما سلبت يمكن الوضع ما لا يزداد سوء لأن ماكو عفوا إحنا إذا التزمنا بالتصريح سلب حقوق ما الحقوق التي أعطاها أو أعطتها حكومة الأخ علي الراشد لما كان بالحكومة وينا إحنا حكومة سمو الشيخ جابر المبارك وسلبت هذه الحقوق هذا اللي نحتاج طيب خلينا من الحين السيد علي الراشد حكومته وحكومتكم ايه الحكومه الحاليه الان قاعده تواجه هذا الملف المستمر منذ اكثر من 30 عام شو اللي سويتوه دكتور الحاليه طول العمر في لجنه عليا لغير محددي الجنسيه يراسها الاخ الفاضل عم صالح الفضاله وقسمتهم شرائح قسم الحمد لله نقل كاسماء انه يستحق التجنيس وتم الحقيقه رفعه الى اللجنة العليا والى الان ما صار عليه ولا شيء لا في بعضهم الان الحمد لله 35 الف مستحق طلع تقرير انهم مستحقين الجنسية والى الان ما صار عليهم ولا شيء خلال السنوات قانون التجنيس مال مجلس الامه اللي قال 2000 الى الان ما صار عليه في خلال شيء. في خلال طال عمرك السنوات الماضيه احنا لا نتكلم عن 6 شهور هذه اللي احنا كحكومه سمو الشيخ جابر المبارك لكن في فئات جنست وفي فئات يعني ان شاء الله تعالى ايضا في طور هالتجنيس لكن خلينا ناخذ اقل الفئات اللي هي معلوم جنسيتها ومعلوم من أي بلد أتت الله العالم كم عددهم لكن كفل لهم الإقامة والتموين والتعليم والصحة الأمور الإنسانية مكفولة لهم بالتمام دكتور انت هذا نعم. الكلام قاعد تقوله وانت واثق تماما نعم انا واثق من كلامي لا لا يعني الكلام اللي قاعد تقوله الان نعم. يعني يختلف تماما مع يعني معاناة البدون نفسهم كلام البدون نفسهم لا يا اخي الفاضل احنا ما خلينا من كلام البدون ما نتكلم خلينا ناخذ كلام الدكتور الفاضل حسن جوهر خلينا من كلام البدون ايه؟ خلينا ناخذ كلام الدكتور الفاضل حسن جوهر يبدو ان الحكومه استغلت قاعد اتكلم الحاليه استغلت الظروف السياسيه المحليه والاقليميه للاستفراد بالبدون عبر الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات التي لم يسلم منها حتى الطفل الصغير علي بموازاة العصر الأمنية ومصادرة حق البدون في الاعتصام والتجمهر تزيد الحكومة الزيت على النار برفضها قانون التجنيس السنوي الذي أقره مجلس الأمة مو صحيح أخي الفاضل يعني على كل حال إحنا مجلس الأمة قائم ويستطيع محاسبة الحكومة والأخ عبد الحميد دشتي ذكرت اسمه قبل قليل يستطيع محاسبة الحكومة إن هي قصرت في الحكومة قاعد يقول ما تبي تحل الموضوع ولذلك أقول لك إذا إحنا ما نبي تحل الموضوع هناك أدوات لا أنتوا تبي تحلون الموضوع لك لا إحنا طال عمرك مثل ما قلت لك من خلال اللجنة اللي شكلت وضعت حلول معينة ماشية فيها اليوم وفي أصناف تم تجزئة هذه الشريحة اللي أعطاهم ألوان نعم اللي أعطاهم ألوان دكتور. اللي أعطوهم خلينا نقول أصناف وليس ألوان هم أخوة أكارم لا نقبل بأن نصفهم بلون أو برقم أو غير ذلك إنما هم شرائح وهم متفقين على هذا الأمر هم الأخوة هم من اللي متفقين غير محددي الجنسية هم متفقين نعم هم متفقين. مجبورين دكتور لا طالعوا يوافقون ما عندهم خيار ثاني لا مو متفقين يعني موافقين أقول لك متفقين على أنهم شرائح أيضا في شريحة تستحق التجنيس وفي شريحة تستحق العيش طيب وانا ما بيفتح وياك ملف دكتور لكن غير احنا نحترم احنا قاعد نتكلم عن المستحقين الحكومة ايش سوت مع المستحقين المستحق للتجنيس تقصد نعم مثل ما قلت لك وين تجنيسهم مثل ما قلت لك يعني القضية اليوم الحكومة تتعامل مع هذا الملف لكن نعلم بأن أمر التجنيس أمر سيادي ولا تستطيع حتى الحكومة اليوم أنها تجنس إنسان مستحقين للجنسية نعم لا مستحقين بعد مثل القضية مثل ما قضية الأمر السيادي نعم هني تنتفي لا أبداً في أي حال مستحقين بالعكس أصلاً هم يفترض أنهم يرفعون قضية على الحكومة باسترداد حقوقهم المسلوبة ماشي يرفع قضية وإخوه خلي يأخذ الجنسية بعدين دكتور إذا الحكومة عرضت الجنسية لا لأن في بعضهم رفع قضايا لكن لأن الأمر السيادي حتى المحاكم لا تفصل فيه قضية الأمر السيادي أيضاً رد عليها الدكتور حسن جوهر الادعاء بأن موضوع التجنيس شأن سيادي كلام ما خذ خيره طيب. فالآمر الناهي هنا مجموعة من المتنفذين الذين يملون شروطهم ومزاجهم على أصحاب القرار هل يكفي أن تتمنى الحكومة يوميا على البدون بأنها تعلمهم وتطببهم عبر صندوق الصدقات ومن خلال تصريحات لبعض الوزراء وكأنهم يتنافسون على إحراز جائزة نوبل للسلام طيب هالشعارات والتعابير نحترم قائلها خلي يقول منهم المتنفذين خلي يطلع الشعب الكويتي يعني سواء من يقول هناك متنفذين الشيوخ أصحاب مصالح كذا كذا منهم منو اليوم اللي قاعد يضغط على الحكومة إنها لا تجنس وهم المتنفذين اللي يرفض تجنيس من يستحق الجنسية خلي الملف هذا خلي يحمله الأخوة أعضاء مجلس الأمة إن كان فعلا ما يقال صحيح أنا لا أقصد النائب المحترم حسن جوهر لكن هذه الكلمات متنفذ تاجر كذا كذا هو اللي واقف يا
يا اخي خلي احمله. انت لكن في النهايه السلوة. في النهايه انت ترى الحكومه جاده ان تبتحل قضيه البدون، وان هذه المعاناه اللي طاف عليها اكثر من 30 سنه. نعم. احنا الان وصلنا يعني نبشر الاخوان البدون ان احنا تقريبا وصلنا الى ان شاء الله حل لهذه القضيه. انا اقول لك يا اخي فاضل ثمارها قريبا ان شاء الله تعالى، اتمنى هذا الشيء قريبا. هذه ان شاء الله يا رب. نعم. 10 سنين لا ادري سنة. لا ادري الله العالم اكثر اقل. انا لا املك، انا لست الحقيقه من يحمل هذا الملف اليوم. أنا وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط. يبقى أخي الفاضل أن الحكومة مجتمعة تكن كل تقدير واحترام لغير محدد الجنسية. أما أن والله العصا لاحقت طفل أو نالت أمر معين، هذا مو صحيح. لا لا، إحنا نقول أيضا يعني الأفعال أيضا اللي فعلت وللأسف من بعض من ينتسب إلى هذه الفئة ورجم دوريات الشرطة وغير ذلك، لا بد أن يكون هناك في معاملة معينة. بالطق؟ لا مو بالطق، كمان بالطق. اي معالجه معامله معينه؟ لا طول عمرك. لا ما في بعد قضيه ثانيه غير الطق. لا لا مو يعني انتوا اللي صبرتوا كل هالسنين وطلعتوا تظاهرتوا انت إذا انت تقر. اذا انت والحين يعني على فرض انكم رميتوا عندك صخره طقيت فيها شرطي عند فرد ولا هذا، بالتالي هم لهم الحق ان ايضا يطقوا. ممتاز. اذا انت تقر بان مطالبتهم لا تكون الا عن طريق الرجم وعن طريق التكسير والتخريب. لا من اللي تقول؟ من اللي قال انت تقول؟ وين انا قلت هالكلام؟ تقول اذا كان الطق هو ردة لا الفعل. لا قاعد اقول لك انت كحكومه وكنواب في السابق. انت من 2006 دكتور في المجلس تقريبا، ما وصلتوا الى اي نتيجه. 30 سنه هذه القضيه لا زالت محل لك راوح. الان بعد ما وصلوا الى انهم الان خلاص يعني احنا مو قاعد نبرر لهم. انت الحين تقول لي من 2006 وبعد تقول 30 سنه. لا انت انا من 2006. والمشكله 30 سنه. طيب انت ايش سويت؟ انت حملني وزيرها يعني من 2006. لا انت الحين عضو في الحكومه. لا يا اخي الفاضل، عضو بالحكومه واحنا جادين باذن الله تعالى ان نعالج جميع الملفات. ولذلك اخي الفاضل اذا انت بتتكلم عن انسانيه، بالعكس احنا نحترم انسانيه كل انسان ويحصون كرامته. جيد. ولا لهم الا كل تقدير واحترام، والمسالم منهم اخ عزيز في هذه البلد ان شاء الله. طيب. يعالج امره. حط نقطه على هذا الموضوع ننتقل الى الموضوع الاخر، موضوع رايك. الدكتور علي العمير والتجمع السلفي. الكاتب الفاضل الدكتور سالم الشطي تحدث بشكل مباشر عن التجمع السلفي والدكتور علي العمير. سالم الشطي. دكتور سالم الشطي. نعم، كاتب صحفي في جريدة الراي في يناير الماضي. دكتور علي العمير الذي اختار مكانه المناسب كوزير في قلب الحكومة بدلا من أن يكون وزيرا في مقاعد النواب، توزيره عرفانا من الحكومة لدوره والسيد أحمد باقر في الوقوف مع الحكومة بعد مرسوم الصوت الواحد وخذهم كتجمع انتخابات المبطل الثاني. توزيرك جاء دكتور عرفان من قبل الحكومة لدورك. يسأل إذا كان الحكومة عرفان في دوري ولا لا. لا أنا أسألك، هل تعتقد أنه هو عرفان ولا مو عرفان؟ لا أنا أعتقد اليوم من حق النائب كونه في مجلس الأمة، والحمد لله شرف عظيم بأن ينال ثقة صاحب السمو حفظه الله، وليس بغريب. الأصل في التشكيل الحكومي بأن يأتي من المجلس ولا بأس بأن يختار من خارج المجلس، وهذه موازنة يعني يقوم بها السمو رئيس مجلس الوزراء يرشح بعد ذلك يتم الحمد لله. لا خلاف عليه بكل تأكيد. في النهاية ما تعتبر هذا أن قضية وقفتوا مع الحكومة في موضوع الصوت الواحد، فكافؤكم أعطاكم حكومة احنا وزارة. وقفنا مع الحق، لم نقف الحقيقة مع الحكومة إن كانت على باطل على خطأ. طيب خلينا نأخذ هنا إذا تصريح آخر أكثر وضوحا ومن أهل البيت، من أهل بيت التجمع السلفي سابقا عضو التجمع والوزير السابق السيد الفاضل جاسم العون. التجمع السلفي ليس قريبا من الحكومة، بل في جيب الحكومة الصغير، وهذا ما وضح تماما في السنوات الأخيرة، وسكرت الحكومة جيبها بعدما وضعت فيه التجمع السلفي، فلا يوجد استجواب طرح سواء بحق أو بباطل إلا ووقف ضده التجمع السلفي من أجل الحكومة بعد ابتعاد خالد السلطان وحمد الكندي وعبد اللطيف العميري. فهؤلاء كانوا معارضة حقيقية، وبعدهم أصبح التجمع في جيب الحكومة. رأيه. لا نصادر على إنسان بأن يقيمنا كما يرى، لكن تسألني هو يقيمكم لأنه في النهاية هو كان جزء من هذا كان التجمع. كان أنت جزاك الله خير قلت كان، فكونه كان ما كان عضو عادي سيد جاسم العون، كان عضو فاعل، كان قيادي، كان رمز في التيار، ما كان مجرد عامل ما حد يعرفه دكتور. تمام يعني. احنا ما نصادق ولا نقول هذا الكلام خطأ، يعني بمعنى انه كان في يوم من الايام احد ابناء التجمع اللي الحمد لله التجمع اخلص له ووصله كنائب ايضا وكوزير في يوم من الايام موجود، وما كنا نراه بجيب الحكومه مع انه كان عضو في الحكومه، لكن يبقى هو تقييمه لما يراه اليوم من التجمع السلفي لا نصادر حقه في التقييم.
على موضوع اللي خرجوا من التجمع السلفي الفاضل اللي ذكرنا اساميهم قبل قليل، انت في تصريح في يوليو 2013 تكلمت عنهم وذكرت ان المجموعه التي خرجت وانفصلت شكلت حركات اخرى تحت مسمى حراك وما شابه، وهناك من ابناء التجمع من انضموا لهذه الحركه التي فشلت ودب فيها فيما بينهم الخلاف. فشل الحراك دكتور؟ الحركه نفسها حركه حراك ما لها تواجد الان؟ فشلوا؟ انت تقييم لك عاد لا قيمتك انت على هذا تقييم، فانت لازلت على تقييمك انهم فشلوا. انت هذا الكلام قبل انتهى سنه خلاص انتهى، ما في شيء اسمه حراك الان. وين حراك التجمع السلفي؟ قائم ولا مقائم؟ قائم ولا نواب ولا ممثلين ولا كذا؟ الاخوه اللي شكلوا هذه الحركه اللي هي حركه حراك ما لها تواجد. هذا تقييمنا. قبل ما نتكلم بشكل سريع عن المعارضة، السيد الفاضل مبارك لدويلة: التيار السلفي وكذلك التيار الوطني هما من دعم مرسوم الصوت الواحد ودافع عنه وتبنى حملة نجاحه، وهما التياران اللذان تحالفا مع النظام لإسقاط توجهات المعارضة السياسية، لذلك لا نستغرب أن تحفظ السلطة هذه المواقف لهذين التيارين وتراعمها في هذا التشكيل. تحالفتم مع الحكومة حسب كلام لدويلة لإسقاط المعارضة. أي معارضة؟ معارض. أي معارضة طال عمرك؟ المعارضة اللي كانت معارضة وانفصل جزء منها ولحق بنا، لان انت تعرف انتخابات من اللي انفصل من السلطه من المعارضه ورجع لكم؟ انا اقول لك يعني اللي خاضوا الانتخابات اللي راوا بان الصوت الواحد غير دستوري او انهم تانوا على الاقل الى حين تفصل المحكمه الدستوريه في الصوت الواحد. لا احنا مو قاعد نتكلم. اي لا انا قاعد اتكلم عن هذا الامر، انا اللي قاعد اتكلم. هو قاعد يتكلم. لا انا قاعد وانا قاعد ارد عليه الان. ولذلك لما يقول المعارضه، اي معارضه؟ المعارضه اللي الجزء اللي لحق بنا ولا الجزء الان اللي تعثر؟ المعارضه الان ما حد يشك بينها متعثره. فلذلك اخي الفاضل لما يقيمنا اخونا مبارك دولة بان احنا تحالفنا مع السلطه، اذا كل انسان بياخذ راي موافق لما اتت به الحكومه بيكون عباره عن متحالف او متواطئ او غير ذلك من الكلمات اللي يصفونها. خلينا نرجع الى التاريخ، اذا نشوف من وقف يعني في محطات كثيره مع الحكومه. منو تقصد؟ كل التيارات السياسيه، كل التيارات السياسيه. الحركه الدستوريه من ضمنها؟ لا مو بس الحركه الدستوريه. حركة الدستورية. احنا مو جبنا اسم السيد مبارك لدويلة. انا ما انت ما قلت لي عضو لا الحركه مبارك الدستوريه، انا قاعد اقول مبارك لدويلة يعني لا في النهايه مو عضو التحالف الوطني الديمقراطي. بغض النظر انا اقول لك حتى التحالف الوطني الديمقراطي. لا انا قاعد اتكلم عن الحين. لا انا اقول لك ولذلك عندما قلت لك ان طيب. اذا الحركات السياسيه اليوم اذا توافقت مع الحكومه طيب. اصبحت مداهنه ومواليه فما يسلم تيار. الحركه الدستوريه كانت في يوم من الايام، التحالف الوطني والليبرالي كان في يوم من الايام. اليوم اللي يرانا احنا كونه دخل عضو من التجمع الاسلامي السلفي الحكومه يرونا بان احنا تواطئنا وتداهنا، خلي يرجعون الى تاريخهم بغض النظر عن من يقول هذا الكلام. قبل شويه في سياق الكلام ذكرت بان المعارضه تراجعت او ضعفت تعثرت او تعثرت. نعم صحيح. الان احنا مقبلين بعد يومين على دعوه وجهت كتله حشد او تجمع حشد السياسي الى التظاهر في ساحه الاراده، والبعض يقول أن هذه التظاهرة ستكون نقطة مفصلية في الحراك السياسي في الكويت ونقطة تحول قد تنبئ بصيف ساخن فعلا كما قال البعض. توقعاتك للمشهد القادم دكتور؟ والله ما أدري الحقيقة عن اللي سيقال يوم الثلاثة، ولذلك الله العالم شنو الأخوة عندهم من معلومات يريدون إثارتها. لكن أخي الفاضل احنا نتكلم عن لما قلنا يعني تعثر المعارض وغير ذلك في مطالبها، يعني اليوم اللي بيكون يوم الثلاثة يختلف عن مطالبة المعارضة من حيث الحكومة. طيب ممكن عودتها إلى الشارع مجددا قد هذا يعيد لها زخمها من جديد. وارد ممكن، الله العالم، حسب عد قناعة الحقيقة الشعب، حسب قناعة من يسمع الكلام الذي سيثار يوم الثلاثاء. ولذلك احنا لا نستطيع اليوم رئيس مسلم السابق سيد أحمد السعدون: إما أن نكون في هذا البلد أو لا نكون، أو تكون الكويت لمجموعة متصارعة. الشعب الكويتي حرر الكويت من الغزو الخارجي وطواغيته، سيبدأ بإذن الله الثلاثاء 16 اقتلاع طواغيت الغزو الداخلي. تعليقك على كلامه. خلينا نشوف منهم طواغيت الغزو الداخلي عشان نقتلعهم بعد. يعني ممكن يعني إذا 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 والله إذا, يعني إذا طلعوا أسماء يعني ممكن أنت تقف معاهم وتنزل. الحق أبلج وإحنا ندور حيث ما دار الحق. يعني ليس لنا الحمد لله في بلد الكويت إلا طيب. أن نشاركهم الحرص على هذه المنطلقات وهذه المفاهيم. بشكل سريع جدا دكتور، في 2008 ذكرت: أدعو أبناء الأسرة الحاكمة إلى التخلي عن الهجوم الحاصل بينهم على القنوات الفضائية والصحف، هذا السباب العلني الذي نسمعه على القنوات أمر غير محمود عقباه ويسيء الكويت في الخارج. بعد مرور ست سنوات تقريبا على هذا الكلام، هذا الصراع إلى أين وصل اليوم؟ هل بازدياد؟ هل لا تراجع؟ وين وصل؟ لا أنا أعتقد موجود،
اعتقد الحقيقه موجود الصراع زايد الصراع ناجز. موجود، لكن انا اعتقد اليوم بحمد الله يمكن الامر لا شك بان من مؤسساتنا وتعاملنا من خلال المؤسسات الدستوريه قادرين بحمد الله تبارك وتعالى نحفظ هذا البلد ومقدراته وكذلك السير فيه بطريق المحافظه على المنطلقات الدستوريه بغض النظر عما يحصل من خلاف. هذا الصراع او هذا الخلاف انت من 6 سنوات تراه في ازدياد ام تراه هادئ الان؟ لا ليس هادئ، لانه لا زال مستمر طيب. ولا زال حقيقه فيه صراع بين اقطاب، واحنا لا شك بان بحمد الله لسنا معنيين فيه، اقول في ظل مؤسسات دستوريه يجب ان نعمل من خلالها. تعليقك على قرار وزاره الاعلام باغلاق الزملاء زميل تلفزيون الوطن واليوم والشاهد، او تحديدا ايقاف نشرات الاخباريه او احاله الوطن والجريده الى النيابه العامه، تعليقك دكتور بشكل سريع؟ لا شك بان يعني بشكل سريع جدا هذا الحقيقه التعامل من خلال القانون، القانون ينص على هذا الامر. لذلك الحقيقه انا احترم الاخوه يعني المعارضين، لكن ليس لدينا سبيل الا نحن نغير القانون. ما في تعدي على الحريات، ما في انتهاك لحقوق الحريات لوسائل الاعلام. في جريده الوطن تقرير يعدون منظمه مراسلين بلا حدود سيقدم لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحده حول حريه الصحافه الكويتيه. يا اخي الفاضل لا نعول كثيرا بلا حدود ومنظمه العفو الدوليه، وهذه من المنظمات اللي وللاسف يعني لا نريد الحديث عنها. منظمات دوليه لا اذا ما اذا اذا لا اذا لا منظمات دوليه نحتكم ولا نريد ان نحتكم المؤسسات الدولية إلى من نحتكم دكتور؟ لا نحتكم إلى دستورنا وقانوننا، دستورنا وقانوننا. الدستور والقانون يأكدون على عدم تكميم الأفواه وإتاحة المجال. إذا خلنا نترك شوية حدود ما حدود وبلا حدود ومنظمة العفو الدولية ونرجع إلى قانوننا. إذا كانت الحكومة مخالفة للقانون طيب موجود مجلس الأمة يحاسبها. أنا وصلت إلى ختام الحلقة معك وزير النفط ووزير الدولة لشؤون المجلس الوزراء. أنت ترى تكلمت أكثر مني، معناه أنا المستجوب. كل الشكر لك على حضورك إلى المنصة، على أمل أن ألتقي معك في استجواب قادم إذا الحكومة استمرت. إن شاء الله بإذن الله. لا حتى لو نائب يعني تستضيفني. طبعا راح نرجع نستضيف. إن شاء الله ممكن حتى كمواطن. كل الشكر لك دكتور. مشاهدينا الكرام شكرا موصول لكم، الإعادة باكر الأحد الساعة 3:35 العصر، موعد القادم معكم الساعة 10 الأسبوع الجاي، في أمان الله.